ينضم معنا من إسطنبول الأستاذ صالح الجبري مدير مركز يوني يمن. مرحبا بك أستاذ صالح. اليوم أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لها. ماذا يعني مقتل الصماد لميليشيا الحوثي؟ شكرا جزيلا. هذا نجاح كبير للشرعية والتحالف العربي في اليمن، دليل استخباراتي وجود استخباراتي كبير واختراق لجماعة ميليشيات الحوثي الإيرانية. الصماد يعتبر الرجل الثاني والمخلص في حركة الحوثيين، والذي كان يتجول في أكثر من منطقة لتحشيد لمسيرة ما يسمى مسيرة البنادق، وبالتالي كان قتله انتصارا للشرعية، وكان معه ليس ستة حراس، ولكن هناك أخبار والأيام ستكشف عن وجود قيادات أخرى. هناك أخبار مؤكدة عن مقتل قائد البحرية كان معه أبو السجاد، ومقتل نائب رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع الحوثية المدعو الموشكي، وأيضا هناك خبر بمقتل تاجر السلاح المشهور فارس مناع والمشرف العام للعاصمة صنعاء. يعني لا يمكن أن يذهب الصماد كرئيس لمجلس ما يسمى السياسي للحوثيين لوحده، أكيد هناك مجموعة من القيادات، وبالتالي هذا انتصار كبير وفرحة كبيرة لأبناء الشعب اليمني، وهو المطلوب رقم 2 في قائمة التحالف العربي الذي يصل عدد الحوثيين المطلوبين ب40 شخصية حوثية. كيف يؤثر غياب الصماد على تطورات الصراع عسكريا في اليمن؟ لا شك أن هذا سيؤدي إلى انهيارات كبيرة داخل صفوف ميليشيات الحوثي في جبهات القتال، وخاصة أنه في الأشهر الأخيرة اعتمدت ميليشيات الحوثي على الطلاب المدارس وعلى الأطفال، ويعني فوق سن 12 و15 للأسف الشديد، وتحولت جبهات القتال إلى محرقة في صفوف ميليشيات الحوثي. هناك يعني صراع حقيقي داخل جماعة ميليشيات الحوثي بين من يؤيد بقاء استمرار الجبهات القتال ضد الشرعية والتحالف العربي، ومن يريد الجلوس على طاولة الحوار. هناك تصفية حسابات، وفي ظني واعتقادي أن هناك قيادات قد قتلت، ولكن هناك صمت رهيب وإخفاء من قبل ميليشيات الحوثي، بدليل أن هناك المدعو المداني قتل قبل يعني في السنة الأولى من عاصفة الحزم، ولم يعلن عن مقتله إلا بعد مرور تقريبا أكثر من سنة وستة أشهر. هناك قيادات في اعتقادي قد قتلت من الصف الأول والثاني، ولكن خوفا من انهيار المعنويات لدى الأتباع الحوثي يصمتون حتى يأتي الوقت المناسب. اليوم عبد الملك الحوثي هدد وقال إن مقتل الصماد لن يمر بدون محاسبة. إلى أي مدى تعتقد بأن يعني مقتل الصماد سيعقد ربما المشهد اليمني؟ عبد الملك الحوثي يعني هو هدد كثيرا وأعاد هذا التهديد عليه بالوباء والخسران، ويعني الشرعية في اليمن يعني أعادت إلى حضن الدولة 80% من مساحة اليمن باللون الأخضر، وبقي تحت سيطرة الحوثيين ما نسبته 20%. منذ أن سمعنا تهديدات عبد الملك الحوثي كل يوم تسقط أو تعود بمعنى أصح مدينة أو قرية أو مديرية إلى حضن الشرعية. الحوثي هدد كثيرا، ولكن في السنة الأخيرة أصبح يدافع عن نفسه ويتقهقر ويتراجع، وأصبح الانتصارات كل يوم أنتم تلاحظون وتتابعون، كل يوم تتكلمون عن انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكان آخرها تحرير مدينة ميدي بالكامل. إذن مساحة 80% هي جواب عملي لصرخات الحوثيين وزعيمهم عبد الملك الحوثي، وما بقي إلى القليل. وأتوقع لو كان هناك جدية كبيرة من قبل التحالف العربي وقرار شجاع من الرئيس هادي لا دخل الجيش الوطني إلى العاصمة صنعاء خلال أسبوعين ولا تزيد عن شهر بالكثير، لأن المعنويات كبيرة والجيش اليمني على أبواب مدينة صنعاء. ماذا في جعبة الحوثيين الآن ولم يستخدموه في مواجهة التحالف العربي والرد على مقتل الصماد؟ هم يعني ليس أمامهم الآن إلا الصواريخ البالستية التي ورثوها من علي عبد الله صالح، والصواريخ التي كانت تهرب لهم من قبل
إيران عبر الموانئ، وآخر ميناء هو الآن ما زال تحت سيطرته هو ميناء الحديدة. كل الموانئ أصبحت تحت سيطرة الشرعية والتحالف العربي، ولم يبقى إلا ميناء الحديدة، وبالتالي ليس أمامهم إلا التهديد والوعيد وإطلاق الصواريخ أو الزج بالناس والمواطنين المخدوعين والبسطاء والعمال والفقراء الذين لا يسمعون صوتاً في اليمن إلا صوت إذاعات وقنوات ميليشيات الحوثي، ولا يوجد أي صوت آخر للشرعية أو التحالف العربي. ويظن الكثير من أتباع الحوثي الذين هم ما زالوا على في جبهات القتال بأنهم قد حققوا نصر وقد استردوا احتلوا اليمن بأكملها، وقد دخلوا نجران ودخلوا الرياض ودخلوا مكة المكرمة، ولا يعرفون أن صالح الصمات قد قتل وأن قيادات كبيرة قد قتلت، ولا يعرفون شيء لأنه ليس معهم إلا صوت مذياع الإعلام الحوثي، وبالتالي ليس معهم شيء إلا الكذب والتهديد والوعيد بإطلاق الصواريخ وما إلى ذلك من التروهات التي للأسف شبعنا منها كثيراً، والواقع في الميدان يدل على كذبهم، واسترداد هذه المساحة الكبيرة بيد الشرعية دليل على نجاح الشرعية وعلى كذب إعلام الحوثي. إلى أي مدى تعتقد يعني أن التحالف العربي ربما وقوات الشرعية يمكن أن تعتمد استراتيجية نوعية هذه المرة يعني كاستهداف قيادات الحوثيين للحاق هزيمة نفسية وانكسار نفسي وعسكري أيضا؟ التحالف العربي أطلق قبل أشهر قائمة بأربعين قيادي مطلوبين للتحالف إما بالقتل أو بتسليمهم، ورصد جوائز كبيرة، وكان الرجل الثاني هو صالح الصماط ورصد له 20 مليون دولار لمن يأتي به أو يعني يقتل هذا الرجل، وبالتالي هناك قيادات قد قتلت من هذه القائمة. الأمر الثاني أيضا هناك حصار الآن من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أكثر من جبهة في اليمن في صعدة وهي معقل ميليشيات الحوثي، الآن من أكثر من جبهة داخل مدينة صعدة، وقد نسمع مفاجآت خلال الأسابيع القادمة. هناك جبهة البيضاء وجبهة تعز وصرواح في مأرب ومدينة الجوف ونهم، وهذه نهم على أبواب صنعاء، وأصبح الجيش الوطني على بعد 20 كيلومتر من العاصمة صنعاء، وباستطاعتهم أن يطلقوا المدافع إلى داخل العاصمة صنعاء، لكن لولا الخشية من قتل المدنيين، وهناك تقريباً 4 أو 3 مليون من سكان العاصمة صنعاء قد تتحول العاصمة إلى مجزرة، ولكن هذا الذي أخر تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبالتالي بيد التحالف والشرعية أوراق كثيرة، الفتح جبهات من أكثر من منطقة حتى يتم تشتيت جهود ميليشيات الحوثي. أيضاً هناك الآن صراع حقيقي جداً داخل ميليشيات الحوثي بين ما يسمى بالمجلس السياسي وبين ما يسمى باللجنة الثورية، اللجنة الثورية التي تتدخل في صلاحيات ما يسمى بالمجلس السياسي. والآن بعد دقائق تم تعيين شخص يدعى المشاط، وهو كان مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والمقرب إليه، وهذا شاب يعني في الثلاثينات لا يفقه في السياسة وليس عنده يعني الفهم في الجانب السياسي والعلاقات الأكثر، وهو يعني من القبائل وليس من الحوثيين، يعني الحوثي يستغل القبائل كما استغل صالح الصماط وهو ينتمي إلى القبيلة، ولكن لم يكن من الأسرة الحوثية التي تدعي أن لها الحق في الولاية وحكم اليمن، وبالتالي تم مقتله. والآن يرمي بالشخص الآخر وهو المشاط والذي لا يفقه شيء في السياسة، وبالتالي القيادات من الصف الأول والثاني أصبحت إما يعني مقتولة أو طيب. أنها الآن مغيبة تماماً عن الدور السياسي اليوم وعن التحكيم. أستاذ صالح، اليوم بدأ المبعوث الأممي الجديد جولته الثانية في المنطقة من الرياض متعهداً بإعلان خطته للسلام في اليمن في غضون شهرين. أستاذ صالح، ما الأثر الذي سيخلفه مقتل الصماد على احتمالات إحراز تقدم في ملفات التفاوض؟ هذا يعطي قوة للشرعية ويعطي طبعاً ضعف لميليشيات الحوثي، ولكن باعتقادي أن ميليشيات الحوثي لا ولن تجلس على طاولة الحوار إلا بعد أن يتم قتل كل القيادات الرئيسة في ميليشيات الحوثي. هؤلاء جماعة إرهابية، جماعة طائفية، جماعة
قتلت من الشعب اليمني، جماعة تأخذ قرارها من إيران، جماعة لا تفقه إلا القتل وتفجير المنازل لمعارضيها والمساجد ودول القرآن الكريم، جماعة تاريخها أسود. هنا الآن حرب عليها من داخل اليمن من الذين يسكنون تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، ولكن ليس بمقدورهم أن يتكلموا لأنه لا يوجد عندهم القوة والسلاح، ومنتظرين قدوم الجيش الوطني، وبالتالي ميليشيات الحوثي هي آيلة إلى السقوط. لكن إذا وجد قرار قوي وقرار شجاع، وبالتالي جهود المبعوث الأممي في اعتقادي أنها لا تقدم ولا تؤخر إن لم يوجد هناك نية صادقة لدى الأمم المتحدة والمجلس الأمن الدولي في معرفة من المتسبب في الانقلاب في اليمن، من المتسبب في عرقلة التسوية السياسية في اليمن. وأخيراً أقول لك، ليس من المنطق ولا من العقل أن تجلس دولة يعني ممثلة بالشرعية مع عصابة ممثلة بميليشيات الحوثي الإيرانية، ليس منطقاً ولا عقلاً أن تجلس دولة مع ميليشيات على طاولة الحوار. في اعتقادي أن الحل في اليمن سيكون حلاً عسكرياً وليس غير ذلك. كيف تنظر إلى مستقبل الصراع اليمني في ظل التطورات الأخيرة عسكرياً سياسياً، يعني بمعنى آخر إلى أي مدى ترى أن الظرف ملائم ربما لتحقيق أي تقدم؟ الظرف مهيأ، ولكن القرار بيد الشرعية والتحالف العربي. إذا وجدت النية الصادقة لدى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للحسم العسكري وإعطاء الضوء الأخضر للجيش الوطني ممثلاً بالرئيس هادي بأن يصدر توجيهاته، ولكن يبدو لي أن هناك بطء، وهذا البطء كلما طالت الحرب كلما كان أثرها سلباً على اليمني، على أبناء الشعب اليمني اقتصاداً وسياسياً وتمزيق للنسيج الاجتماعي. هذه الجماعة جاءت لتمزيق النسيج الاجتماعي، وبالتالي في اعتقادي أن الحل في اليمن كما قلت سابقاً سيكون حلاً عسكرياً، وهي فرصة الآن، فرصة الآن بعد مقتل القيادات. وأتوقع أن هذه الغارة التي تمت اليوم قتل فيها الكثير من القيادات الحوثية، وبدليل أنهم تأخروا 5 أيام للإعلان عن مقتل الصماد. هناك ترتيبات داخل هذه الجماعة السرية الإرهابية الطائفية السلالية الإيرانية، هناك ترتيبات بين كل فترة وأخرى يظهر مقتل يعني أحد قياداتهم حتى لا يؤثر ذلك على معنويات الأتباع. وبالتالي الحل في اليمن هو سيكون باعتقادي، والمؤشرات تقول ذلك، حلا عسكريا، ولكن القرار الآن هو بيد التحالف والشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومة بن دغ. نعم، من اسطنبول الأستاذ صالح الجبري مدير مركز يين يمن، شكرا جزيلا لك.